إذن مشاهدينا، وكان يتحدث معنا محمد عبيد من معبر رفح. هذه إذن شاحنة مساعدات وصلت للتو الآن أمام مبنى مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة. لا أعلم إن كانت هذه هي فقط الشاحنة التي تصل إلى هذا المكان أو هناك غيرها من الشاحنات. يبدو بأن هناك هذا التجمهر الكبير حقيقة من خلال سعادة تبدو واضحة على الفلسطينيين الموجودين الآن، المواطنين الموجودين الآن في ساحة مستشفى ناصر بخان يونس لاستقبال شاحنة جديدة من المساعدات التي قدمت الآن في هذه اللحظات إلى هذا المكان. نعلم بأن هناك شح كبير حقيقة ضمن المساعدات المقدمة، إن كانت من المستلزمات الطبية أو الإغاثية أو حتى الغذائية، لأنه الذي يقدم هو بالنذر القليل حقيقة مع كل هذه المصاعب الحياتية التي يواجهها الغزيون في قطاع غزة ل46 يوما من الحصار والحرب الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. ونشاهد الآن إذن هذه الصور للأطفال الذين يحملون زجاجات المياه. نعلم بأن هناك شح كبير في مياه الشرب النظيفة في قطاع غزة. إذن يبدو بأن هذه الشاحنة، يبدو لنا بأنه شاحنة محملة بالمواد الغذائية التي يتجمهر حولها الآن آلاف بل مئات عفوا من المواطنين من قطاع غزة في هذه المنطقة جنوب القطاع خان يونس مستشفى ناصر.